كثير من الناس طلبوا مني اشرح شوي صغيري على موضوع الديسك. موضوع مهم جدا وبنظري كثير مهم انه الناس تعرف شو مشكلتين لما بنحكي انه عندك ديسك. ايش معنات عندك ديسك؟ الديسك عباره عن ماده غضروفيه بداخلها في سائل اللي بنطي مرونه لحركه العمود الفقري وبنطينا مرونه في الحركه تبعت الجسم بسببها. لحكمة إلهية الغضروف اللي بنحكي عليه هذا مش موجود بشكل قرص مسطح، ولكن فيه حدبة. الحدبة اللي بنحكي عليها هاي موجودة فيه، وبالمقابل في عنا تجويف أو تقعير بالفقرات مما يمنع إنه هذا الديسك يطلع من محله. فشوي شوي بنفوت على هذا الموضوع ونفهم على بعض شو اللي بيصير. اللي بيصير هيك انه هذا الغضروف بصورة دائمة بتحرك، كل ما الانسان بتحرك كل الفقرات عنده بتتحرك عنده، بتطلع من محلها وبترجع. لانه اذا حكينا على التقعير والتحديد بالغضروف، مجرد زح من محله برجع بزحلق وبقعد محله. ولكن اذا طلع اكثر من اللازم بهذا الشكل كيف شايفينه هون، اذا طلع اكثر من اللازم وذكر في العصب، المخ لما بخاف على العصب انه يتضرر راسا ببعث امر للعضلات انها تنكمش. لما انكمشت العضلات حافظت انه الغضروف اللي طالع ضل برا، فهنا المشكله بتصير وهون الوجع بهاي المنطقه بصير. في بعض الاحيان ما بصير الوجع هون، ولكن لانه هذا هون بس للعرض، في من هون بنزل حبل الشوكي، اسمه الحبل الشوكي. بتعلق الغضروف وين ذكر، اذا ذكر في نقطه حساسه تابعه لكفه الاجر مثلا، بنلاحظ انه بني ادم فيش عنده وجع ظهر، ولكن تلمع عليه كفه اجره او الكعب او البطه او الساق. فحسب وين في عنده لمعه بيكون الديسك هذا طالع وذاكر في العصب المسؤول عن هذيك النقطه. بالطب الصيني بيعتمد كلياته على معلومات بنبعثها للمخ. فبالطريقة اللي احنا بنشتغل فيها، احنا بنبعث معلومة للمخ انه العصب مش متضرر هون مشان يرخي العضلات بشكل مناسب. ساعتها الغضروف اللي ساحب لبرا بعاود بزحلك وبرجع محله، يعني فيش حاجة للعملية. العملية لها ايجابيات لها سلبيات، طب الصيني ما في سلبيات، اذا ما استفدت ما بتتضرر. خلينا نحكي على هاي المشكلة. الوجع بيبدا اساسه من هون، او المشكله بتبدا من العمود الفقري من هون، ولكن بتصير تتشعب وتنطينا مشاكل في محلات ثانيه. كثير ناس اللي بيشتكوا من كفه الاجر زي ما حكينا قبل شوي، خضار في الاجر، في ناس بحسوش فيها، في ناس بحسوا تنميل، كله بتتعلق في وين العصب الغضروف هذا ذاكر في اي عصب من الحبل الشوكي اللي نازل للمنطقه التحتانيه. فاللي بنحب نحكيه شغله مهمه، العملية بإمكانك وين بدك تقدر تحجز لدور العملية وتروح تساوي عملية وتساوي اللي بدك إياه، فيش عندنا مشكلة. بس حرام إنك تبدأ بالعمليات لو في عندك الإمكانيات الثانية إنك تخفف الآلام تبعتك بغنى عن الجراحة. حاول إنك تحافظ على جسمك، حافظ إنك تتعالج بالطريقة المناسبة. مش حكمة هاي إنه عندك ديسك روح ساوي عملية، عندك مشكلة ساوي عملية. العمليات لاحقين، المستشفيات موجودة، الدكاترة موجودين، فيش مشكلة. الحق حالك وانتبه، ما دام الطريق موجود قدامك انك تعمل علاج وتشفى او تتحسن او تخفف آلامك او تحسن وضعك الصحي بدون عمليات جراحية، بنصحك نصيحة، اتصل اسأل. الإمكانيات كثيرة، الإمكانيات موجودة، ونتمنى لكم بس الخير والصحة والسعادة. شكراً.